ومحمد صلاح بيتكلم على انا لا انا بطلبها لكل اللاعبين. مساء الخير عليكم. النهارده طبعا انا بعمل فيديو ده عشان بس ارد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم او اليومين اللي فاتوا دول. اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه للناس. انا اكيد مش عايز ادخل في صراعات ولا في مشاكل ولا اي حاجه، بس اللي حصل ده طبعا سمعت من وجهه نظر واحده، فلازم تسمعوا من وجهه نظر انا كمان، وانا شايف الموضوع ازاي. وانا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس، ومش عايز اظلم اللعيبه معايا. انا في كابتن فرقه وفي لعيبه كبيره وقديمه عني في المنتخب هي اللي ليها الحق انها تتكلم بالنيابه، يعني بالنيابه عن اللعيبه، فانا بعتذر لهم من الاول. بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبه وشكاوى بشوفها مع اللعيبه محدش بيتكلم عنها. فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان. في كذا نقطه انا كاتبهم طبعا عشان ارد عليهم، عشان الرد يبقى واضح بالنسبه لكل الناس. اول نقطه بس بالنسبه لي اسهل طريقه للتضليل هي تشويه المشكله، وانك تشوف المشكله بسيطه، وانك تشوف المشكله مع صلاح. وانا ما افتكرش ان في مشكله معاه شخصيا، انا ما عنديش مشكله مع حد شخصيا. انا بطلب كل حاجه للعيبه تبقى كويسه ومرتاحين، وفي نفس الوقت ان اللعيبه تبقى مرتاحه. وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها بره، وبتعامل معاها بره، وبتعامل معاها من غير ما اطلبها انا. فانا لما باجي اطلب حاجه واقول يا جماعه ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن بالنسبه للعيبه كلها مش لصلاح كشخص. اول حاجه موضوع الامن او سكيورتي اللي هم يعني اللي انا اتكلمت فيه، او المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم. انا بتكلم عليه على اساسه ان يبقى فيه سكيورتي للمنتخب، وفي حد يبقى معايا، مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس. لا، انا بس المعسكر الاخير لما جيت المنتخب نمت الساعه 6 الصبح، نزلت افطر ونزلت اتسحر، نازل افطر ونازل اتسحر. قالوا لي معلش ما ينفعش تخرج عشان خاطر لامنك وسلامتك. ليه؟ اللعيبه كلها تحت. لا بس في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت. ايوه طب ايه المشكله؟ احنا في معسكر منتخب، معلش احنا اسفين، ناس كتيره تحت في الريسبشن وفي القاعه بتاعت الاكل. فانا مش عايز اوجه اتهام لحد معين، بس انا في منتخب مصر ودي فرقه، وطبعا معسكر، والمعسكر يبقى مغلق، ومفروض ان ما نشوفش حد، ما نشوفش لعيبه. انا مش يعني الناس بتاخدها اللي هو اول حاجه قالوها بعد الكلمتين اللي انا قلتهم، قال لك ده دخلوها في الوطنيه، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف ايه، مش عارف ده جابوا الكلام ده ازاي. يعني الناس، انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه علاقتي بيهم، وعلاقتي الحمد لله بالبلد كان من ناحيه وطنيه، كان من ناحيه كل حاجه. فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس، لانهم كمان نزلوا خطاب وبعد كده قالوا الخطاب مش تبعنا. بس انا عارف كويس ان الخطاب تبعكم، الخطاب اللي قالوا فيه المدعو محمد صلاح. ف يعني مش موضوعي، مش هتكلم فيه كتير. انا بس هتكلم في حته السكيورتي. لما تبقى عندك لعيب او لعيبه بتنام 6 الصبح، يبقى انت محتاج، يبقى في مشكله. هو ليه ليه؟ طيب كابتن مجدي، بس انا هاخد جزء جزء، لان انا يهمني بس نصارح الراي العام بما حدث. يعني هو طبعا بيقول هنا هو مصمم على ان الخطاب الاول اللي صدر عن اتحاد الكره اللي تم سحبه بعد ذلك، وقالوا انه اتحاد لم يصدر هذا البيان اللي هو كمان كان مهينا، يعني اللي فيه المدعو. لا 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 لا، مفيش سحبه، مفيش سحبه. انا بقول لك يا استاذ وائل لم يصدر من اتحاد. احنا اجتمعنا النهارده، بعد ما اجتمعنا طلعنا قلنا اللي احنا عايزينه. يعني ده قولا واحدا اللي على الشاشه ده ليس بيان اتحاد الكره بتاعنا خالص، والله مزور، والله زي التويته بتاعتي، اقسم بالله مزوره وما اعرف عنها. وفي تويته انت بتقول فيها ده كان موجود عصام عبد الفتاح وسحر الهواري. يا سحر الهواري خرجت من السجن يا اخي، والله اي كلام يا اخي، والله ما اعرف عنها حاجه، ولا التويتر ده اعرف عنه حاجه ولا بستعمله. طيب يبقى محمد صلاح واضح انه في يقينه واخد شويه من كلمه المدعو وتحويله لجنه انضباط. يعني يا ريس ده اسمه كلام، يعني ده اسمه كلام برضه. يعني نجم مصر ولعيب محتاجينه، ولعيب هنبعت له عشان يجي يحضر المعسكر اللي جاي ويلعب مع منتخب بلده ويحقق ريكورد ويعدي نادي المائة، فكل دي ارقام ما بتحصلش غير مع منتخب مصر. كل دي يا استاذ وائل ارقام، نادي المائة ده ما بيحصلش غير لازم يلعب 100 مباراه دوليه. ممكن محمد صلاح يبقى عميد العالم يعدي احمد حسن في 178 ماتش، ولا ما اعرفش احمد حسن ماتشاته قد ايه. كل دي ارقام بتتحط في التاريخ. فازاي ازاي ازاي محمد نقول على محمد صلاح مدعو، ولا نقول له تحقيق، ولا نقول له
لا طيب، وكويس انك بتقول ده، لان كان في كمان تويته تانية على لسانك، اللي انت بتقول احنا عملنا الخطاب ده فعلا، وبعد كده هاني ابو ريده باعنا وتنصل من هذا الخطاب. يا راجل ينفع؟ يا طيب اخي والله انت مالكش حل وحق ربنا. طيب قول لي بقى النقطة التانية. طبعا هو بيتكلم على انه اهو يعني بيقول انا ما بطلبش لنفسي بس، انا بطلب لكل اللاعبين. محمد صلاح هنا غير محمد صلاح في ايميلات رامي عباس. بالظبط، برافو عليك، برافو عليك. ايه بقى الاختلاف؟ محمد صلاح في الفيديو ده على راسنا من فوق، ومحمد صلاح طلباته بالنسبه لنا اوامر. وراجل وراجل مقدرينه، وراجل يا راجل انا بروح ليفربول، بروح انجلترا وبروح ليفربول، شوف من لندن ليفربول عشان اتفرج على محمد صلاح، يبقى سايب لي التذاكر اروح اتفرج عليه. طيب، وبالتالي هنا يعني يمكن الالتفات لفكره يا جماعه، والله طالما اللعيبه في ناس بتطلع تخبط عليها، لازم نشوف لما نعمل معسكر بعد كده ازاي نضمن ان مفيش حد يطلع للعيبه. بس 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 ده موضوع بسيط انه يتحل، ده موضوع بسيط ان احنا نحله، وان احنا لو عندنا اخطاء نصلحها. احنا بنتعلم كل يوم. هو محمد صلاح اتعلم او شاف اللي هو شافه ده مره واحده؟ ما كان في بازل في سويسرا، ما شافش اللي شافه في ليفربول. يعني بازل في سويسرا ما كلم عمر محمد صلاح ما جه كلمنا على انه بينام بدري ولا بينام متاخر ولا متضايق من التصوير ولا 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 ولا. ليه الحياه في سويسرا؟ ليه مش بقى اللاعب بيتطور؟ انا لسه بقول لك يعني صلاح الان من احسن كده. احنا كمان من احسن خمسه في العالم، فلازم ادير هذه النجوميه كمان يا كابتن مجدي. احنا كمان يا استاذ وائل بنتطور، لو خطا حصل بنصلحه، بس ما نطلعش نتكلم على الملأ، ما نطلعش نتكلم على الملأ. لو ده ابننا، يعني انا لما بطلع رئيس بعثه وابن من ابنائي غلط مثلا او عمل حاجه مشينه، اخر حاجه افكر فيها ان انا ارجعه مصر. اخر دلوقتي الاتحاد في الخطاب اللي هو الحقيقي، يعني البيان الحقيقي، بيقول البيان الحقيقي ان هو اعتقد ان هو بيان متنقي ومهدئ، ويعني مطلوب ان الامور ترجع لمجاريها.